النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض شابتر الابيثيليوم، وده واحد من البيزك تيشوز. اصلا يعني ايه بيزك تيشوز؟ البيزك تيشو ده هو مجموعه من الخلايا المتماثله اللي هي بتتجمع مع بعض علشان تتخصص ان هي تعمل لي وظيفه معينه، خلاص. وفي النهايه التيشوز ديت هي اللي بتكون لي الاورجنز بتاعه جسمنا او اعضاء جسمنا، خلاص. يبقى احنا ده كده معنى كلمة basic tissue، ان هو group of similar cells بتتجمع مع بعض عشان تعمل لي وظيفة معينة، عشان في الاخر الانسجة دي هتعمل لي اعضاء جسمنا. جميل. الابيثيليوم واحد من دول. هو ايه الابيثيليوم دوت؟ بنقول عليه بالعربي النسيج الطلائي، تسمى كده علشان هو بيغطي سطح الجسم زي الطلاء كده، ماشي. او ليه اسم تاني؟ النسيج الظهاري. الظهاري اللي هو مغطي سطح الجسم ومغطي، وفي حاجات مستخبية تحته، فهو اللي ظاهر، فعشان كده اسمه النسيج الظهاري. كلمة ابيثيليوم نفسها يعني ايه؟ قالك كلمة ابي يعني اباف، وسيليوم اللي هي او السيليوم اللي هي النبل او الحلمة. فهو ليه اتسمى بالاسم ده؟ علشان يعني هو اول ما وصفوه النسيج اللي هو ايه بيبقى فوق الحلمة، يعني مش مهم، دي مجرد تسمية بس. فالمهم يعني ان احنا عندنا مجموعة من البيزك تيشوز بتكون اعضاء جسمنا، والابيثيليوم واحد منها. طب ايه تاني بيزك تيشوز موجود عندنا؟ قالك زي الكونكتيف تيشو، وده اللي هناخده في الشابتر بتاع الشابتر اللي بعد الابيثيليوم على طول. في الماسكولار تيشو، في الابيثيليوم طبعا، وفي النيرفس تيشو، ودي حاجات هناخدها بعدين يعني. بس المهم نبتدي بقى كلامنا عن الابيثيليوم والخلايا بتاعة الابيثيليوم. الخلايا بتاعة الابيثيليوم كده ليها شوية خصائص بتميزها. زي ايه؟ قالك زي مثلا ان هي closely aggregated. يعني ايه closely aggregated؟ يعني جنب بعض، او يعني ايه لازقة في بعض. المسافات اللي ما بينها صغيرة جدا، المسافات اللي ما بين الخلايا دي صغيرة جدا، ماشي. دي اول حاجه ان هي كلوزلي اجريجيتد. تاني حاجه ان هي المسافات بقى اللي ما بينها دي او ما بين هذه السيلز بيبقى في حاجه اسمها انتر سيلولر جانكشن. انتر سيلولر جانكشن، تعالوا نحلل الكلمه كده واحده واحده. انتر يعني ان بتوين، سيلولر يعني خلايا، جانكشن يعني روابط، جانكشنز. يبقى انتر سيلولر جانكشنز الروابط اللي ما بين الخلايا دي، ماشي. فهي في بينها انتر سيلولر جانكشنز، وقاعده على غشاء كده اسمه الغشاء القاعدي او البيزمنت ميمبرين، ماشي كده الكلام. يبقى ده اللي هي الخلايا قاعده عليه. قال لك ان الخلايا دي ما في يعني، او النسيج دوت ما فيهوش فيسلز، ما فيهوش اوعيه دمويه، وده منطقي لان ده النسيج اللي هو بيغطي الجسم من بره، واحنا جسمنا طول الوقت بنتعرض لتروما، فمش منطقي ابدا انه يكون في فيسلز وكل شويه يحصل فيها تروما وكده. بس هنا المشكله انه طب ما هو ده نسيج ومحتاج ان هو يتغذى، طب هيجيله الغذاء منين؟ قالك بيجيله من الشعيرات الدمويه اللي موجوده في النسيج اللي تحته على طول، اللي هو الايه الكونكتيف تيشو، في شعيرات دمويه او في كابيلاريز، ماشي. جميل، حلو. طيب قالك كمان انه الابيثيليوم او النسيج بتاع الابيثيليوم دوت غني بالمستقبلات الحسية. المستقبلات الحسية او النيرف اندنجز زي ما مكتوبة، او ريسبتورز. وده منطقي برضو، مش احنا اشهر حاجة متغطية بالابيثيليوم اللي هي جلدنا، خلاص. جلدنا دوت عبارة عن ابيثيليوم. طيب احنا جلدنا بنحس بالتاتش وبنحس بالبين وبنحس بالتمبريتشر، خلاص. يبقى الابيثيليوم ده نسيج ايه؟ حساس، خلاص كده. جميل جدا. فاضل لنا حاجه اخيره في الخصائص، الا وهي ان احنا عندنا هاي رينيوال ريت. لان يعني ايه هاي رينيوال ريت؟ الخلايا بتاعت الابيثيليوم ديت عمرها قصير، فكل فتره بتموت فلازم تتجدد علشان يبقى في توازن ما بين الخلايا اللي بتموت والخلايا اللي بتتكاثر، صح؟ مش خدنا الكلام دوت في السيل بروليفريشن اند ديث. جميل. يبقى انا عندي هنا الابيثيليوم دوت من الخلايا اللي هي بتنقسم على طول وعندها هاي رينيوال ريت. جميل. يبقى احنا الخصائص اللي احنا قلناها دلوقتي انه اول حاجه السيلز هنا كلوزلي اجريجيتد، في ما بينها
intercellular junctions، ما عندناش vessels، كلمة اسمها avascular. avascular كلمة لما بحط حرف ال A فأنا معناه إن أنا بنفيها، بنفي الكلمة vascular يعني حاجة فيها vessels، يبقى avascular ما فيهاش vessels، ما فيهاش vessels. يبقى احنا بنتغذى منين؟ من الكابيلوريز اللي موجوده في النسيج اللي تحتنا اللي هو الكونكتيف تيشو، بخاصيه اسمها الديفيوجن او الانتشار، ان الغذاء بينتقل من الايه، من الكابيلوريز للنسيج بتاعنا. خلاص، بعد كده قلنا ان هي قاعده على بيزمنت ميمبرين وعندها هاي رينيوال ريت. خلاص كده، جميل جدا. طيب نيجي بعد كده بقى للكلاسيفيكيشن بتاعت الابيثيليوم. الابيثيليوم في منه 3 انواع، في منه اللايننج ابيثيليوم او اللي هو ليه اسم تاني اسمه الكفرنج ابيثيليوم، وفي السبيشال تايبس اوف ابيثيليوم، وفي جلاندولار ابيثيليوم. طيب واحده واحده كده، اللايننج ابيثيليوم ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده او دلوقتي، اللي هو الابيثيليوم اللي بيغطي سطح الجسم وتجاويف اللي موجودة في بتاعة الايه الأورجنز. خلاص، يبقى الايه اللي هو بقى الايه الجلد والتجاويف اللي جوه الجسم. خلاص، جميل جدا. الجلاندولار ابيثيليوم، كلمة جلاند يعني غدة، فكلمة جلاندولار يعني ابيثيليوم هيتخصص ويشتغل كأنه غدة. خلاص يا شباب، يعني انا دلوقتي عندي خلايا ابيثيليوم عادية، بعدين لقيتها فجأة بتعمل بتتكاثر وبتعمل ايه شوية الخلايا دول، بتعمل proliferation، وبعد كده بيحصل differentiation والخلايا دي تبتدي تتخصص في ان هي تفرز secretion. خلاص، تفرز سائل، وكأنها جلاند بالظبط، او هي بالفعل بتبقى جلاند، بس الخلايا بتاعتها هي عبارة عن epithelial cells. ماشي كده، حلو جدا. طيب ايه كمان عندنا؟ ال special types، ودي وده النوع دوت اللي هو النوع اللي الخلايا اللي بيحصل لها differentiation او بتتخصص عشان تقوم بوظيفة عالية التخصص، highly specialized. highly specialized مش مجرد بقى وظيفة الابيثيليوم العادية، لا، ده بتعمل حاجات زي مثلا ال contraction، ال reproduction. خلاص، فهنتكلم بقى على كل ده دلوقتي. خلاص، هناخد الانواع دي، بس طبعا هناخد دلوقتي الايه اللي هو lining epithelium. جميل جدا. اللايننج ابيثيليوم او الكفرنج ابيثيليوم دوت في منه انواع. خلاص، بنقسمه حسب ايه؟ حسب حاجتين، حسب عدد الطبقات اللي بيتكون منها التيشو اللي عندي ده، وتاني حاجة حسب الشيب بتاع الخلية، يبقى number of layers and shape of cells. number of layers ازاي؟ يعني انا مثلا لو عندي صف واحد من الخلايا قاعد على بيزمنت ميمبرين، فده بقول عليه سيمبل ابيثيليوم. صف واحد من الخلايا قاعد على بيزمنت ميمبرين، يبقى ده سيمبل ابيثيليوم. اكتر من صف واحد حتى لو كانوا 2، والطبقه اللي تحت هي اللي قاعده على البيزمنت ميمبرين، ده اسمه ستراتيفايد. كلمه ستراتيفيكيشن ان انا عندي اكتر من لير في الحاجه دي، فستراتيفايد يعني بيتكون من ليرز كتير. طيب بالنسبه للشيب، عندنا شكل الخلايا انه يكون خلايا كده مبططة. خلاص، خلايا flat cells، فدي اللي هي بتبقى عاملة كده ايه زي حاجة مبططة فعلا، عاملة زي الحراشيف او زي قشور السمك اللي بيسموها ايه squamous. ماشي. طيب النوع التاني، السكويمس دوت بيبقى العرض بتاعي اطول من الايه من الطول. هنفهم دلوقتي نحتاج المعلومة دي في ايه. النوع الثاني اللي هو الكيوبايدل، اللي هو الخلايا عامله زي المكعبات، طولها قد عرضها بالظبط. النوع الثالث اللي هو الكولامنر، وكلمه كولامنر ديت جايه من كولم يعني عمود، يعني الخلايا بالفعل هي طويله وطولها اطول من عرضها، فعامله شبه العمود. طيب النيوكلس بتاعتنا بقى بتبقى شكلها ماشي مع 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 ايه مع اطول محور للخليه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي هنا السكويمس، شايفين الخليه النيوكليوس واخده كده كانها واخده شكل الخليه او مبططه مع الخليه، ماشيه مع المحور بتاعي، المحور الاطول اللي هو العرض هنا اطول من الطول، فالنيوكليوس بتاعتي فلاتند. جميل. طب نيجي للكيوبايدل.
الكيوبويدال او الخلايا عامله زي المكعبات، طولها قد عرضها. فاذا النيوكليس بتاعتي تبقى في النص، هتبقى مدوره مش ماشيه مع حاجه لان الطول قد العرض. ماشي. النوع الثالث اللي هو الكولومنر، النيوكليس بتاعتي بتبقى ماشيه مع الطول لان الطول اطول من العرض، فعامله شكل ايه، بيضاوي كده اوفر، بس بتبقى بيزل، يعني مش بتبقى في النص كده مع الخليه، لا بتبقى بيزل. ليه بتبقى بيزل؟ علشان بيبقى عندي شويه اورجانيلز كده فوق، فبيزقوها على تحت. بيزل يعني تحت، يعني في قاعده الخليه كده. والاورجانيلز ديت ليها اهميه هنتكلم عليها بعد شويه. تمام كده. يبقى انا دلوقتي بقسم اللايننج ايبيثيليوم حسب النمبر اوف لايرز، يا اما سيمبل يا اما ستراتيفايد يا اما، وحسب الشيب يا اما سكويمس يا اما كيوبويدال يا اما كولومنر. وبالتالي انا كده ممكن يبقى عندي طبقه واحده، والطبقه دي شكلها، شكل الخليه بتاعتها اما انه يكون سكويمس او كيوبويدال او كولومنر. صح كده. يبقى انا اذا عندي سيمبل سكويمس، سيمبل كيوبويدال، سيمبل كولومنر. والاستراتيفايد نفس الموضوع، بيبقى بيحصل بيكون التغير في الايه، في شكل الخلايا بتاعه الطبقه السطحيه، الطبقه اللي فوق. خلاص. فحسب شكل الخلايا بتاع الخلايا بتاعه الطبقه السطحيه بنقول هو ممكن يكون ستراتيفايد سكويمس، ستراتيفايد كيوبويدال، ستراتيفايد كولومنر. ماشي. يبقى انا كده عندي 6 انواع: سيمبل سكويمس، سيمبل كيوبويدال، سيمبل كولومنر، ستراتيفايد سكويمس، ستراتيفايد كيوبويدال، ستراتيفايد كولومنر. وفي نوعين كمان هنتكلم عليهم، نوعين خاصين كده شويه هنتكلم عليهم. جميل جدا. نيجي بقى ناخد معانا اول حاجه اللي هي انواع السيمبل. ماشي. انواع السيمبل في الايه، في السكيم ده كده بالمنظر ده. خلاص. ونبتدي نكبر بقى وناخد معانا اول نوع، الا وهو السيمبل سكويمس. سيمبل سكويمس، سيمبل يعني ايه؟ يعني طبقه واحده خلاص قاعده على بيزمنت ميمبرين، وسكويمس يعني شكلها ايه، شكلها فلات سيلز. جميل جدا. طيب بيقول لك ان هي بيبقى شكلها فلات سيلز دوت فروم سايد فيو، يعني انا لو بصيت عليها من الجنب بشوفها بالمنظر ده، وده المنظر اللي انا بشوفه بالميكروسكوب العادي بتاعي باللايت مايكروسكوب. لكن في مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني الماسح ده، بقدر ان انا لما باخد سيكشن كده اشوف الخلايا شكلها من فوق عامل ازاي، يعني هي الخلايا مبططه فباينه لي من الجنب كده. طب من فوق الشكل اللي هي واخداه من فوق كده، لما باخد مقطع عرضي بلاقي الشكل عامل ازاي؟ قال لك بلاقي الشكل بوليجونال. بوليجونال، ها، بوليجونال يعني ايه؟ يعني مضلعه كده بالمنظر ده. خلاص. جميل. نيجي بقى لأهم جزئية في الحتة دي، ألا وهي الأماكن بتاعة النوع ده بتكون موجودة فين. على فكرة أهم حتة أو أهم جزئية، أهم جزئيات في الإبيثيليوم إن أنا أعرف كل نوع مكانه موجود فين وموجود هنا ليه وبيعمل إيه. ماشي. طيب عندي السايتس بتاعتي، أول حاجة في الكدني، وتحديدا في حتة اسمها الباومانز كبسول. الكدني اللي هي الكلية، بيبقى موجود هنا ليه او بيعمل ايه؟ اكيد انا محتاجة في الوظيفة اللي بتحصل هنا، محتاجة طبقة رفيعة جدا، طبقة الطبقة اللي تبطن لي الباومانز كبسول دي تكون طبقة رفيعة جدا عشان تقوم بوظيفة هي محتاجة الطبقة الرفيعة دي، اللي هي طبقة من الخلايا الرفيعة. ماشي. بتتكون من صف واحد، هي اكيد الوظيفة محتاجة النوع ده. خلاص. باومانز كبسول اللي هي بالعربي محفظة باومان. طيب ايه باومانز كبسول ديت؟ الباومانز كبسول دي اول محطة من محطات تنقية الدم، دي الباومانز كبسول اهي. خلاص. احنا مش احنا عارفين ان الكلية بتبقى عبارة عن نفرونات، خلاص ده الوحدة بتاعت تكوين الكلية. فالنفرونات دي بقى بتتكون من حاجات، خلاص من ضمن الحاجات دي اول حاجة فيها هي محفظة باومان او باومانز كبسول. خلاص. دي اول محطه لتنقيه الدم، بيدخل فيها الدم، وبعدين بنشوف الحاجات اللي محتاجينها بترجع على الدم ما بتنزلش، والحاجات اللي احنا مش محتاجينها بتروح على الانيبيبات وتنزل على البول، وعشان احنا مش محتاجينها او اللي هي المواد السامه يعني. خلاص. فدي اول حاجه كده، يبقى محفظه باومن متبطنه بطبقه من السيمبل ايه، السيمبل سكويمس ابيثيليوم. تمام شباب، شايفين
الشكل البني البوليجونال، شكل الخلايا من فوق عامل ازاي، ده السايد فيو ان هي ايه بتبقى مبططه. طيب يبقى ده كده اول نوع، ان انا ايه، يبقى خلي بالنا انا ما ينفعش احفظ ان هي في الكليه كده وخلاص، لا لازم احفظ ان هي في البومنس كبسول، عشان في نوع تاني من الابيثيليوم برضو بس ايه موجود في حته تانية هنقولها دلوقتي يعني. طيب يبقى دي اول حاجه، اول وظيفه التنقيه، تنقيه الدم، او اللي هي بنقولها هنا يعني الفلتريشن، الفلتره. طيب تاني حاجه، تاني حاجه بعد الفلتريشن هي ايه؟ الديفيوجن. الديفيوجن انه خاصيه الانتشار، انه حاجه هتنتقل من ايه، من حته لحته خلاص. طب الديفيوجن ديت بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الالفيولاي بتاعه اللنج، الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه اللي بتبقى موجوده في الرئه. الحويصلات الهوائيه دي بتبقى في حواليها اوعيه دمويه بيحصل ما بينها تبادل الغازات. مش احنا وظيفه الرئه ان هي الهواء اللي بيدخل اللي احنا بنتنفسه دوت المفروض ان هو بيبقى فيه اكسجين، والاكسجين دوت بيطلع منها علشان يروح على الدم علشان يتوزع بعد كده على الانسجه بتاعت جسمنا وتقدر ان هي تستفيد منه، صح كده؟ ماشي حلو. يبقى انا دلوقتي الحويصلات الهوائيه ديت المفروض هيطلع منها الاكسجين يروح على الدم، والدم هيدي الرئه ايه، ثاني اكسيد الكربون تطلعه على بره. جميل، هو ده عمليه التنفس بتاعتنا. انه بيحصل ايه في شهيق وايه وزفير. في الشهيق بيدخل الاكسجين وفي الزفير بيخرج ثاني اكسيد الكربون. لو احنا اخدنا الحته دي وكبرناها هنلاقي ايه؟ هنلاقي انه ادي الحويصله اهي، شايفين متبطنه بطبقه رفيعه جدا من الابيثيليوم اللي هي السيمبل سكويمس ابيثيليوم. وادي عندي ده الوعاء الدموي بيحصل ما بينهم تبادل غازات، دي كره دم حمراء اللي هي المفروض اللي هي بتشيل الاكسجين عشان توصله لي للانسجه، فهتاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. خلاص يبقى دي اسمها ايه، الخاصيه اللي بينتقل بيها الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ديت خاصيه الانتشار. جميل، حاجه اسمها سموث باسج. سموث باسج اللي هو المرور الاملس. سموث باسج اوف ايه؟ الغازات. هي نفس الحته، وبيقول لك برضو انه مش بس الحويصلات هي اللي متبطنه بسيمبل سكويمس ابيثيليوم، لا ده كمان الوعاء نفسه متبطن هو كمان بخلايا من نفس النوع سيمبل ها سكويمس ابيثيليوم. بس الابيثيليوم اللي في الوعاء ده بنقول عليه اندوثيليوم. اندوثيليوم ليه؟ لان هو جوه مبطن الوعاء من جوه، كلمه اندو يعني جوه، ماشي خلاص. فهو بيبقى في الاوعيه الدمويه، الابيثيليوم اللي جوه الاوعيه الدمويه بيبقى اسمه اندوثيليوم. خلاص يبقى دي تالت حاجه، المرور الاملس. في حاجه تانية برضو اسمها الليمف باسل، برضو الاوعيه الليمفاويه بيمشي فيها سائل اسمه الليمف، حاجه شبه البلوت كده، يعني هتعرفوها بعدين، مش هنتكلم عليها يعني دلوقتي. المهم انه الوظيفه اللي هنا اسمها سموز باسج، او المرور الاملس للبلاد، عشان ما يحصلش حاجه اسمها تربلنس. تربلنس انه مسار الايه البلاد يبقى متلخبط، يبقى ماشي كده في دوامات مش ماشي بشكل املس، وبالتالي ده ممكن يعمل تجلط في الدم، وده احنا مش عايزينه اكيد. هو الدم علشان ما يحصلش فيه جلطات لازم يبقى ماشي ايه ستريت وفي مساره الصح وكده. جميل جدا، يبقى ده تالت ايه حاجه، المرور الاملس للبلاد. ماشي شايفين ده يعني بالايه بالمايكروسكوب، ده البلاد فيسل ومتبطن من جوه بالاندوثيليوم، وهنا الايه الحويصلات الهوائيه برضو، والاحمر اللي ايه اللي حواليها دوت هو البلاد. ماشي، الوظيفه اللي بعد كده حاجه قال لك allow free mobility. free mobility يعني ايه؟ يعني سهولة الحركة. يعني ايه؟ قال لك ده نوع من الابيثيليوم اسمه ميزوسيليوم. ميزوسيليوم دوت هو ما هو الا ابيثيليوم بس ايه طالع من الطبقة الوسطى من الجنين، ده الاوريجين بتاعه اللي هو الميزوديرم، فسموه ميزوسيليوم. ماله بقى الميزوسيليوم دوت؟ قال لك بيغطي لي او بيبطل لي يعني الاغشية اللي بتبقى حوالين الاورجنز بتاعتنا. زي ايه مثلا؟ قالك زي الغشاء اللي حوالين الرئة، خلاص، اللي هو الغشاء الايه البلوري ده، مين الخلايا بتاعته ده سيمبل سكويمس ابيثيليوم. قالك زي كمان الغشاء اللي حوالين القلب اللي هو البيريكارديوم.
قال لك كمان زي الغشاء اللي بيبطن لي البطن خلاص وبيغطي لي الاعضاء بتاعتنا، اللي هو الغشاء البريتوني او البريتونيوم. فانا محتاج النوع ده ليه تحديدا هنا سيمبل سكويمس، علشان يسمح لي بسهوله الحركه للاورجنز دي، لان لو كانت الطبقه اللي موجوده او اللي محوطه لي الحاجات دي طبقه سميكه، فحركه الاورجنز دي هتكون صعبه شويه. تمام يا شباب؟ يبقى هنا allow الفري موبيليتي. خلاص ده الميزوسيليوم اهو، طبقه رفيعه جدا بتكون لي الاغشيه اللي حوالين الاورجنز بتاعتي. خلاص، في نوع من الكانسر بيجي في الميزوسيليوم دوت، خصوصا في اللنج اللي هو الميزوسيليوما، بيجي نتيجه التعرض لماده اسمها ماده الاسبستوس في بعض المصانع، يعني الناس اللي بتشتغل في المصانع دي. ماشي، جميل جدا. يبقى احنا كده اخدنا السيمبل ايه سكويمس. يبقى السيمبل سكويمس اهم حاجه فيه هو موجود فين؟ موجود عشان يعمل لي فلتريشن في البومنس كبسول بتاعه الكدني. خلاص، تاني حاجه عشان يعمل الديفيوجن في الالفيولاي، تالت حاجه السموث باسج اوف بلاد في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز واللمف فيسلز، واخر حاجه الميزوسيليوم عشان يفري، عشان يقلو الفري موبيلتي. تمام، نيجي بقى بعد كده للسيمبل كيوبايدال. السيمبل كيوبايدال بيبقى موجود فين؟ او سيمبل كيوبايدال الاول عباره عن ايه؟ سيمبل يعني طبقه واحده قاعده على بيزمنت ميمبرين، كيوبايدال يعني شكلها ايه؟ مكعبات. جميل، بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الكدني. الله، مش احنا قلنا سيمبل سكويمس في الكدني؟ لا، ما احنا قلنا بقى هنحدد، ما انا قلت عشان كده هنحفظ ان السيمبل سكويمس في الباومنس كبسول، لكن السيمبل كيوبايدال في التيوبيولز، في التيوبيولز بتاعه الكدني، في التيوبيولز بتاعه الكدني. خلاص، وفي الثايرويد، الثايرويد، الثايرويد ديت اللي هي الغده الدرقيه اللي بتبقى موجوده قدام الرقبه دي، اللي بتبقى شكلها عامل زي الفراشه. الوظيفه في كلتا الحالتين حاجه اسمها ايون اكسشينج. طيب احنا برضو ما قلناش ايه التيوبيولز بتاعه الكدني دي، احنا كنا لسه قايلين ان الكبسول ده محطه التنقيه الاولى في الكدني. ده بقى في بعده التيبيولز بتاعت الكدني. التيبيولز بتاعت الكدني ديت بتنقي اللي معدي برضو، يعني دلوقتي انا اللي احنا مش عايزينه من بالنسبه للباومنز كبسول هيطلع لي اللي هو مش عايزه على التيبيولز. حلو، بس هيكون في حاجات عدت الجسم محتاجها، وده في الاغلب بيكون مثلا زي الصوديوم. الصوديوم بيبقى فيه زي هرمونز او حاجات كده، دي بتبقى موجوده في التيبيولز، هي دي اللي بتدخل الصوديوم او بترجعه تاني على البلاد، بس بتنزل حاجه مكانه. لو الحاجه دي زادت في الجسم هتعمل مشاكل كتير، خاصه في القلب، زي اللي هي ايه البوتاسيوم. البوتاسيوم بتنزله مكان الصوديوم. خلاص، جميل. فدي التيبيولز. يبقى التيبيولز نوع السيلز اللي بتبطنها لي ايه؟ سيمبل ايه؟ سيمبل كيوبايدال. تمام يا شباب؟ والثيرويد، الثيرويد برضو سيمبل كيوبايدال، بيحصل فيها برضو نفس الكلام، مش قصدي نفس الكلام اللي في الكدني يعني، بس قصدي نفس الوظيفة، ايون اكسشينج بيحصل عشان ايه؟ اثناء تصنيع الثيروكسين او الهرمونات بتاعة الغدة الدرقية. خلاص، جميل جدا. نيجي بعد كده على السيمبل كولامنر. سيمبل يعني طبقة واحدة من الخلايا قاعدة على بيزمنت ميمبرين، كولامنر يعني خلايا طويلة شبه العمود. في منها نوعين، نوع بنقول عليه سيليتد ونوع بنقول عليه نون سيليتد. ماشي، سيليتد يعني ايه؟ يعني ايه سيليا اصلا؟ سيليا اللي هي الاهداب، الاهداب اللي بتبقى موجودة على سطح الخلية كده من فوق، ودي جبنا سيرتها قبل كده، قلنا ان هي الاهداب دي لما بتكون موجوده بتكون وظيفتها ان هي في سائل هي بتحركهولي، خلاص بتطردهولي. ماشي، فلما هي بتحرك السائل ده بتحرك لي الحاجات اللي جوه السائل كمان. يعني مثلا زي ما احنا هنقول دلوقتي السيليت ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في
اليوترس والفالوبيان تيوب، اليوترس اللي هو الرحم، فالوبيان تيوب اللي هي قناة فالوب، عشان البويضة لما تيجي تطلع من المبيض وتمشي في قناة فالوب المفروض ان هي بتتحرك خلاص، و يعني ايه مستنية بقى ايه، وهي هي المفروض بتتخصب في قناة فالوب، فهيجي الحيوان المنوي يجي لها يخصبها فتبقى بويضة مخصبة، وستيل برضو محتاجة تتحرك لحد ما تدخل الرحم، وجوه الرحم بتحتاج ان هي ايه تتحرك لحد ما ايه ها يحصل لها ان هي تتزرع في الرحم او يحصل لها الامبلانتيشن. طيب الحركة دي اولا هي الخلايا اللي عليها سيليا ديت بتفرز لي سائل وبتحرك لي السائل ده، فلما بتحرك السائل ده البويضة بتتحرك معانا. والحاجة التانية البويضة أثناء كل فترة الحركة دي مش هي محتاجة الغذاء اهو، فبيبقى هي بتعمل لها بتعمل سكريشن للسائل دوت وتحركها لي وتعمل لي تغذية لهذه البويضة. تمام، حلو جدا. طيب موجودة فين كمان السيليتد سيمبل كولامنر سيلز ديت؟ موجودة في البرونكيولز بتاعة اللونج. البرونكيولز اللي هي ايه، اللي هي الشعيبات الهوائية. مش احنا عندنا الرئتين، عندنا القصبة الهوائية وبعدين الشعب الهوائية اللي هي الايه يمين والشمال. الشعيبات بقى اللي هي اصغر من الشعب، اللي هي تفرعات بقى اللي جوه الرئة لحد ما نوصل للحويصلات الهوائية. طيب انا دلوقتي عندي الشعيبات الهوائيه ديت فيها السيليتد سيمبل كولامنر ابيثيليوم دوت، بتبقى وظيفتها ايه؟ قالك والله مش انا عندي دلوقتي لما باجي اتنفس الهواء بيدخل على جوه، يدخل هنا يدخل هنا خلاص في الشهيق وبعدين في الزفير، المفروض ان هو يطلع على بره، صح كده؟ حلو. طب مش في الزفير ممكن الهواء لما يطلع الشعيبات والحويصلات دي تتطبق على بعض وتنكمش لان الهواء اللي فيها فضي، فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ ها خلق لنا الخلايا ديت ان هي تفرز السائل دوت اللي هو يخليها ما تتقفلش. ماشي جميل، يبقى دي كده اللي هي سيليتد سيمبل كولامنر ابيثيليوم. النون سيليتد بقى شغلتها سكريشن برضو، بتفرز لي حاجه وبتعمل لي ابزوربشن، سكريشن وابزوربشن يعني افراز وامتصاص. يعني ايه؟ يعني هي في الاغلب بتكون موجوده في الاماكن اللي احنا بنحتاج نعمل فيها امتصاص لحاجه نوديها على البلد عشان نستفيد منها، زي مثلا في المعده وفي الامعاء الدقيقه اللي اسمه الانتستين وفي الجول بلادر، يعني الحاجات دي بنحتاج ان احنا نعمل فيها امتصاص لاكل لسوائل وهكذا. فانا دلوقتي عندي الخلايا دي، احنا قلنا ان الخلايا الكولامنر بيبقى النيوكليس بتاعتها بيزل، عشان عندي اورجانيلز فوق بتزقها لي على تحت، صح كده؟ الاورجانيلز ديت بتعمل ايه؟ بتفرز انزيمز خلاص. مش احنا عارفين ان في الانزيمز ديت بروتينز، البروتينز ديت ايه بتتكون بقى ها عن طريق الايه اندوبلازمك ريتيكولم، بعدين تروح على الجولجي يعمل لها باكجينج لحد ما في الاخر ايه يبقى عندي الانزيمز ديت تطلع على بره. فبتطلع بتعمل لي ايه، بيجي الاكل، الاكل كده جزيئات كبيره فانا عايزه اكسره عشان اعمل له امتصاص، فالجزيئات الكبيره ديت بتتكسر بالانزيمز بتاعتي اللي طلعت على بره، فاتكسرت لجزيئات صغيره وبتبتدي ان هي تعدي خلاص عشان يحصل لها امتصاص وتروح على الدم. طيب احنا مش انا قلت ان الخلايا دي ما عندهاش سيليا؟ امال ايه بقى الزوايد الصوابع الزوايد اللي فوق دي؟ دي حاجه اسمها مايكروفيلاي. المايكروفيلاي ديت وظيفتها ان هي بتزود لي مساحه سطح الامتصاص، فاقدر ان انا امتص اكبر قدر ممكن من الايه من جزيئات الاكل اللي احنا كسرناه بالانزيمز دي. مش احنا قلنا الموضوع ده قبل كده؟ مش قلنا انا مثلا عندي الخط ده وعندي الخط ده، الاثنين واخدين نفس المساحه بس مين فيهم اطول؟ ده، رغم الاثنين واخدين نفس المساحه خلاص، لكن ده ايه متعرج وده مستقيم، فده ايه مساحة سطحه اطول او اكبر يعني. خلاص يبقى انا النون سيليت السيلز زيت بتعمل لي سكريشن وابزوربشن، سكريشن للانزيمز وابزوربشن للاكل بتاعنا. عشان كده بيبقى موجودة فين؟ ها في المعدة للاستومك، في الاستومك عشان بيتفرز، احنا عارفين في الاستومك بيتفرز ايه ها البيبسينوجين اللي هو بيتحول لبيبسين، بيتفرز الحمض الهيدروكلوريك اللي هو بيحول البيبسينوجين لبيبسين، ده انزيم مسؤول عن ايه الهضم اللي بيحصل في الاستومك اللي هو مين اللي بيكون هضم البروتينات،
بعد كده بنكمل الهضم فين؟ ها، في الامعاء، خلاص، في السمول انتستن. فدي تاني حاجه خلاص بتعملي بقى اللي احنا قلناها دلوقتي، الهضم والامتصاص وكده. وتالت حاجه الجول بلادر. الجول بلادر دي على فكره من ضمن وظائفها ان هي بتعمل امتصاص للصول، للووتر اند سولت، او الميه والايه والاملاح. تمام يا شباب، يبقى ده كده بالنسبه للسيمبل كولامبر. جميل جدا، خلاص. يبقى السيمبل كولامنر اهو عندي خلايا سيليتد وخلايا نون سيليتد. شايفين يعني الخلايا اللي عليها سيليا من فوق اهي، وجنبها الخلايا اللي هي ما عليهاش سيليا. شايفين المنظر شكله جميل يعني. بس المهم ان احنا قلنا انه البويضه بتطلع من المبيض، بتمشي بتمشي بتمشي، والخلايا اللي هي عليها سيليا هي اللي بتحركها لي في الفلويد اللي هي مطلعه لي. جميل جميل جدا، لحد ما بنوصل برضو للرحم، وبرضو بتتحرك لحد ما توصل للمكان اللي هي هتتزرع فيه، اللي هي البويضة المخصبة دي. تمام شباب. طيب نيجي للنوع، نوع كده خاص شوية، هو نوع سيمبل، نوع من انواع السيمبل كولامنر. امال ليه حطيناه في نوع لوحده؟ قالك بص بقى ده اسمه ايه، اسمه هو كولامنر ماشي، اسمه سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيل. ايه بقى الكلام الفظيع ده؟ ستراتيفايد عارفينها، قلنا ان ستراتيفيكيشن يعني اكتر من طبقه، سودو يعني كاذب. تمام، سودو يعني كاذب، يعني باين ان هو طبقاته كتير بس هو كذاب. ازاي الكلام دوت؟ زي ما باين في الايه، في الرسمه هنا. انا عندي خليه كولامنر، خليه كولامنر، خليه ايه ده، ده ايه الخليه دي مش كولامنر. ما هو ده بقى، في خلايا محشوره ما بين الخلايا الكولامنر قصيره كده، بيبقى شكلها تراينجولر محشوره. يبقى ال 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 الخلايا هنا زحمه، زحمه جدا، كراودد سيلز ماشي. كل الخلايا، كل الخلايا بلا استثناء كلهم واصلين للبيزمنت ميمبرين، كلهم واصلين للغشاء اللي قاعده عليه الخلايا. وده من ضمن القواعد بتاعتي، ان كل الخلايا بتاعه الابيثيليوم اللي هي الصف بتاعي يكون كل الخلايا بتاعته قاعده على البيزمنت ميمبرين، صح كده؟ جميل. فاذا انا عندي خلايا كراودد كلهم قاعدين على البيزمنت ميمبرين، خلاص كلهم واصلين للبيزمنت ميمبرين، بس مش كلهم واصلين للسيرفس، يعني مش كلهم واصلين لفوق. الكولامنر بس هم اللي طوال، يبقى انا عندي الكولامنر اللي هم طوال، والقصيرين اللي هم شكلهم تراينجولر. الحاجه الثانيه انه باين انه في ستراتيفيكيشن، لكن في الحقيقه ما فيش. ليه؟ احنا دلوقتي قلنا ان هي زحمه لدرجه ان هم مزنقين على بعض، الخلايا مزنقه على بعض، فبالتالي الخليه مثلا الكولامنر دي ضغطالي على على الخليه الايه، المثلثه او الترايانجولر، فمخليالي النيوكليس بتاعتها نازله لتحت زي هنا كده، النيوكليس بتاعتها نازله لتحت، وفي نفس الوقت الخليه المثلثه دي ضغطالي على الكولامنر، فبتزق لي النيوكليوس بتاعه الكولامنر لفوق. فاذا انا عندي النيوكليوي باينه كان انا عندي اكتر من صف، عندي حبه فوق وحبه تحت، يبقى انا عندي كان هنا في اكتر من صف، وده اللي عامل لي السودو ستراتيفيكيشن. خلاص فهمنا كده، يبقى سودو ستراتيفايد كولامنر الخصائص بتاعتنا ان انا عندي كراودد سيلز كلهم قاعدين على البيزمنت ميمبرين ومش كلهم واصلين للسيرفس، عندي تول كولامنر سيلز اند شورت تريانجولار سيلز، والنيوكليوي باينه ان هي فيها ستراتيفيكيشن، مبينه لي ان في ستراتيفيكيشن يعني. جميل، مش ده كولامنر؟ طب ما احنا لسه قايلين ان الكولامنر بيبقى فيه منه سيليتد وفيه منه نون سيليتد، نفس الكلام ده، فيه سيليتد وفيه نون سيليتد. السيليتد بيبقى موجود في معظم اجزاء الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم دوت اللي هو الجهاز التنفسي يعني، دايما نحفظ كده ان الريسبيراتوري سيستم في سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم ويز جوبلت سيل. جوبلت سيل دي نوع من انواع الخلايا هنتكلم عليه دلوقتي حالا ماشي. النوع التاني بقى من سودو ستراتيفايد كولامنر اللي هو النون سيليتد سيلز، وده بيبقى موجود في الميل جينيتال سيستم، بيبقى موجود تحديدا في ال في ال ال عندي الابيديدمس بتبقى موجوده كده، في بيبقى فيها الحيوانات المنويه بتتكون في التستس وتروح على الابيديدمس او البربخ. فالخلايا دي بتعمل ايه؟
بتفرزي سائل مسؤول عن تغذية هذه الحيوانات المنوية والستورج بتاعها، لأن الحيوانات المنوية بتتصنع وتتخزن في البربخ إلى حين أنه يحصل قذف وتطلع على بره. فلهذا الحين يعني بيحصل إيه؟ تغذية لهذه الحيوانات وتخزين بيها هذه الحيوانات المنوية عن طريق الإيه؟ الخلايا اللي هي النون سيليتد سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم ده، ماشي. يبقى انا عندي هنا الابيديدمس اهو متبطن بخلايا كده ايه سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم، خلاص خلايا ايه سودو ستراتيفايد، في هنا كولامنر النيوكليس بتاعتها فوق، النيوكليا بتاعتها فوق، وما عنديش هنا السيليا. لكن بقى التانيين اللي هم ايه في الجهاز التنفسي اللي هم عليهم سيليا، شايفين متشاور عليها بالاسهم دي سيليا، خلاص سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم with goblet cell اللي متشار عليها دي goblet cell، وهنتكلم عليها بعدين. جميل جدا، شايفين ال pseudo stratification عامل ازاي؟ ادي الخلايا التريانجولار وادي الخلايا الايه الكولامنر اهي، ماشي. كده احنا ايه خلصنا السيمبل، خلصنا السيمبل. يبقى البيزك تيشوز عبارة عن group of similar cells specialized ان هي تعمل common function وتكون لي البادي اورجنز، زي الكونكتيف تيشو، زي المسكولار تيشو، زي الابيثيليوم اللي اتكلمنا عليه، وزي النيرفس تيشو. الابيثيليوم قلنا الكاركترستكس بتاعه السيلز بتاعتنا ان هي اول حاجه بتبقى كلوزلي اجريجيتد، المسافات ما بينها قليله، تاني حاجه ان هي في ما بينها انترسيلولار جانكشنز، تالت حاجه ان كلهم قاعدين على البيزمنت ميمبرين، رابع حاجه ان هي اي فاسكولار ما عندهاش فيسلز ولكن بتتغذى بخاصيه اسمها خاصيه الديفيوجن من الشعيرات الدمويه او الكابيلاريز اللي موجود في النسيج اللي تحتنا اللي هو الكونكتيف تيشو، والحاجه الثانيه ان هي ريتش ان نيرف اندكس او المستقبلات الحسيه بتاعتنا، واخر حاجه ان هي عندها هاي رينيوال ريت او بتتجدد بشكل بمعدل عالي جدا يعني. تمام، نيجي بقى الكلاسيفيكيشن بتاعت الابيثيليوم نفسه. قال لك ان هو يا اما يكون لايننج او كفرنج بيغطي سطح الجسم والتجاويف، او ان هو يكون جلاندولار، جلاندولار يعني انا عندي ابيثيليوم عادي بدا يحصل له بروليفريشن وديفرنشيشن لحد ما كون لي خلايا، الخلايا دي بتفرز مواد زي ايه زي ما الغدد بتعمل، خلاص حلو. وعندي سبيشال تايب بتبقى سبيشالايزد ان هي تعمل هايلي سبيشالايزد فانكشن زي الكونتراكشن والريبرودكشن، تمام جميل جدا. نيجي اول حاجه لللايننج epithelium classification حسب ال number of layers or shape of cells. number of layers simple، طبقة واحدة قاعدة على basement membrane stratified، أكتر من طبقة والطبقة اللي تحت قاعدة على basement membrane. ال shape يا إما يكون squamous اللي هي ال flat cells اللي هي النيوكليس بتاعتها هي كمان بتبقى flattened، ال cuboidal اللي هي cuboidal cells النيوكليس بتاعتها بتبقى central و rounded مدورة وفي النص، ال columnar اللي هي بتبقى cells طويلة عاملة زي العواميد، والنوكلس بتاعتها بتبقى اوفل وبيزل ماشية مع اللونج اكسس بتاع الخلية، خلاص. فساعتها هيبقى المفروض عندي بقى سيمبل سكويمس، سيمبل كيوبايدل، سيمبل كلامنر، ستراتيفايد سكويمس، ستراتيفايد كيوبايدل، ستراتيفايد كلامنر. نيجي للسيمبل ابيثيليوم، اول حاجة عندي هي السيمبل سكويمس، قلنا السايد فيو فلات سيلز وفلاتنت نيوكليس، شايفين من الجنب شايفة خلايا مبططة وخلاص قاعدة على بيزمنت ممبرين، بصيت عليها من فوق بالميكروسكوب الالكتروني الماسح لقيتها شكلها بوليجون اللي هو السيرفس فيو، الاماكن بتاعتي اول حاجة بالبومنز كابسول اوف كيدني، خلاص شايفين اللي مشاور عليه السهم ده. فعشان نعمل ايه فلتريشن، خلاص طبقة رفيعة انا محتاجاها عشان اعمل فلتريشن. طيب تاني حاجة الالفيلاي بتاعت اللونج عشان اعمل ديفيوجن، عشان اعمل ديفيوجن، ماشي اهو عشان اعمل ادي الحدود بتاعه الالفيولاي، والاحمر الاحمر اللي حوالينا ده هو الايه الاوعيه اللي حواليها، ماشي جميل. تالت حاجه الاندوثيليوم بتاع البلود فيسلز اللي حواليها برضو او البلود فيسلز عموما واللمف فيسلز عشان يسمح للمرور الاملس للبلود. رابع حاجه الميزوثيليوم بتاع البلورا المفروض فيها بي، ماشي البلورا والبيريكارديوم والبيريتونيوم، خلاص عشان ايه تو الاو فري موبيليتي، طبقه رفيعه بتسمح لي بالفري موبيليتي. ده بلاد فيسل اهو، وادي ايه الخلايا، ايه خلايا مبططه، شايفين النيوكليس بتاعتها حتى مبططه ازاي، جميل. وادي
ده كده الايه الميزوسيليوم برضو نفس الكلام، خلايا كده ايه مبططة بالمنظر ده. جميل. السيمبل كيوبايدل طبقة واحدة من الخلايا قاعدة على بيزمنت ميمبرين وشكلها مكعب، اللي هي كيوبايدل سيلز والسنترال راوندد نيوكلياي، بتبقى موجودة في التشيبيولز بتاعة الكدني والثيرويد فوليكلز عشان تعمل لي ايرن ايون سوري ايون اكستشينج، اكستشينج للايونات، تبادل الايونات. خلاص. السيمبل شايفين دي ايه كيبويدل اهي في التشيبيولز بتاعة الكدني والفوليكلز بتاعة الثيرويد. السيمبل كولامنر بتبقى كولامنر سيلز عندها نيوكلياي اوفال اند بيزل زي ما احنا قلنا، موجودة تحت اهي وشكلها بيضاوي. خلاص قلنا ان هو في منه نون سيليتد وفي منه سيليتد. السيليتد قلنا ان هي بتعمل سكريشن للفلويد اللي بيتحرك لي بيه ها في الفالوبيان تيوب وفي اليوترس، بتتحرك لي البويضه، وقلنا برضو في البرونكيوز. ماشي. النون سيليتد اللي هي بتعمل لي سكريشن للانزيمز وابزوربشن، عشان كده قلنا ان هي موجوده في الاستمك في السمول انتستين وفي الجول بلادر، بتعمل لي هنا امتصاص للووتر سولت وبيبقى معاها ايه مايكروفيلايز تزود لي السيرفيس اير. نيجي بعد كده للسودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم، ده ابيثيليوم كولامنر برضو بس ايه الخلايا فيه زحمه، يا دنيا زحمه. كراود سيلز خلاص كلها قاعده على البيزمنت ميمبرين، كلهم واصلين البيزمنت ميمبرين لكن مش كلهم واصلين للسيرفيس. السيلز اللي هي اللي واصله للسيرفيس اللي هي التول كولامنر اللي هي الطويله خلاص، لكن الثانيه اللي هي مش واصله اللي هي القصيره الترانجولار او الايه المثلثيه. عندنا سيفرال لايرز اوف نيوكلياي خلاص، هي دي اللي عامله الفولس ابييرنس اوف ستراتيفيكيشن، كان في اكتر من طبقه. التايبس بتاعتنا بما ان هو كولامنر يبقى في منه نون سيليتد وفي منه سيليتد. النون سيليتد اللي عندها مايكروفيلاي زي الميل اللي موجوده في الميل جينيتال تراكت اللي هي في الابيديدمس، شايفين ما عندهاش سيليا خلاص، وفي هنا فولس ايه ابييرنس اوف ستراتيفيكيشن. والسيليتد اللي هي موست اوف ريسبيراتوري سيستم اللي هو السودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر ويز جوبلت سيل خلاص، شايفين في سيليا فوق ودي الستراتيفيكيشن، واللي مشاور عليها السهم دي اللي هي الجوبلت سيل. ماشي. نيجي بقى للستراتيفايد، والستراتيفايد متقسم حسب شكل الايه الموست سوبرفيشال لير او الطبقه السطحيه خلاص. يبقى لو الطبقه السطحيه شكلها سكويمس يبقى هو ستراتيفايد سكويمس، لو شكلها كيوبويدال يبقى هو ستراتيفايد كيوبويدال، لو شكلها كولامنر يبقى هو ستراتيفايد كولامنر. نيجي لاول واحد اللي هو الستراتيفايد سكويمس، بيبقى عندي الطبقات عاملة ازاي. الطبقة اللي تحت خالص اللي هي قاعدة على البيزمنت ميمبرين بتبقى يا اما كولامنر يا اما كيوبويدال، يعني بتبقى كيوبويدال خلاص قصيرة او لو كولامنر. يعني لو هي كولامنر هتبقى لو كولامنر عشان هي مضغوطة عليها من الخلايا اللي فوقها خلاص. جميل جدا. الخلايا اللي في النص حتى لو كانت طبقة واحدة، لو كانت طبقة واحدة او اكتر من طبقة بيبقى شكلها بوليجونال، لو خدت مقطع فيها وبصيت عليها كده من فوق يبقى شكلها بوليجونال خلاص، بشوفها من هنا كده مبططه. طيب الخلايا اللي فوق طبعا هي الخلايا اللي ايه السكويمس بتاعتي خلاص. حلو. طيب الستراتيفايد سكويمس دوت بيبقى فيه منه كيراتينايزد او نون كيراتينايزد. كيراتينايزد يعني الخلايا بتاعت الطبقه السطحيه اللي فوق اللي هي السكويمس ديت بتبقى مليانه كيراتين، على عكس النون كيراتينايز ما عندناش كيراتين خلاص، وده منطقي يعني الخلايا اللي هتغطي ايه سطح الجسم بتاعنا هي اللي عليها الكيراتين. يبقى الكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس دي بتاعه السكن واي حاجه تفتح في السكن. ماشي. جميل. النون كيراتينايز بتبقى في الاماكن اللي هي المبلله اللي بتتعرض دايما لاحتكاك من شيء ما، الوات، الاماكن الوات اللي فيها وير اند تير. يعني ايه؟ يعني مثلا زي القرنيه بتاعه العين الكورنيا، زي الماوس كافيتي في احتكاك بالاكل ودايما مبلول، زي الاسوفيجس خلاص برضو في احتكاك بالاكل، زي الانال كانال القناه الشرجيه، زي الفاجينا خلاص. يبقى كل دي عباره اللايننج بتاعها عباره عن نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيلي. جميل. في اي صعوبه في الكلام دوت؟ مفيش اي صعوبه خالص. ماشي. يبقى الـ هنا من الواضح
ان الوظيفة بتاعت الستريتفايد سكويمس الاساسية هي البروتكشن، عشان هو يعني بيغطي لي سطح الجسم كله، بيغطي لي ها الاماكن اللي فيها احتكاك، فده معناه ان هو ايه وظيفته الاساسية هي البروتكشن. تمام شباب، جميل جدا. نيجي بعد كده ليه، اهو بصوا شايفين الطبقة اللي تحت هنا شكلها كيوبايدل، الطبقات اللي في النص بوليجونال، الطبقة الأخيرة ايه فلاتند كده وسكويمس. خلاص جميل، ده الكيراتينايزد اللي عليه كيراتين ده، وهنا ايه مفيش كيراتين. ماشي، طيب خلينا بقى نروح على الاستراتيفايد كيوبايدل ونشوف كده الاستراتيفايد كيوبايدل عبارة عن ايه. عبارة عن طبقتين من الكيوبايدل سيلز، الاتنين كيوبايدل ماشي. خلاص اللي تحت هي اللي قاعدة على البيزمنت ممبرين، واللي فوق شكلها كيوبايدل، الاتنين شكلهم كيوبايدل كده كده. دي بتبقى موجودة فين؟ قالك دي بتبطن لي الدكت بتاعة السويت جلاند، الدكت اللي هي القناة اللي بتفتح فيها السويت جلاند اللي هي الغدد العرقية. خلاص الغدة العرقية بيبقى ليها قناة المفروض بتفتح على الجلد بره عشان تطلع العرق على بره. سهلة كده، جميل جدا. السويت جلاند ديت اللايننج بتاعها او الكفرنج بتاعها من جوه بيبقى متدرج شوية. يعني انا عندي مثلا هنا السويت جلاند نفسها اللي بيبطنها سيمبل كيوبويدل، بعدين بنعلى شوية فبنزود طبقة كمان، ده في الداكت وده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاستراتيفايد كيوبويدل. وبعد كده خلاص بقى احنا قلنا اي حاجة هتفتح على السكن هتبقى شبه السكن بقى لما تفتح عليه، فتبقى ايه كراتينايزد ستراتيفايد سكويمس. خلاص جميل جدا. التدرج ده بيخلي الاماكن ده المكان ده اقل عرضة انه يحصل فيه السرطان. خلاص يعني الاماكن في جسمنا اللي هي فيها تدرج في اللايننج بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى ايه هي الاقل اصابة بالسرطان، غير في اماكن تانية لا بيبقى في نطة كده من نوع لنوع، دي هنبقى نتكلم عليها بعدين. جميل، نيجي لتالت نوع. عايزين بس الاول هنبص على صور اللي هنا، ادي الكيوبويدال اهي طبقتين كيوبويدال ستراتيفايد كيوبويدال ماشي خلاص، ودي الغده العرقيه والدكت بتاعتها اهي، وطالعين فاتحين على السكن. اخدت مقطع عرضي لقيت الدكتات بتاعتنا كده، وادي ايه لو بصينا كده هنلاقي طبقتين شايفين تو نيوكلياي كده يعني ماشي. دي الدكت اوف السويت جلاند اللي متبطنه بايه بالستراتيفايد كيوبويدال سيلز. نيجي بقى ليه الاستراتيفايد كولامنر. الاستراتيفايد كولامنر ماله هذا الاستراتيفايد كولامنر؟ قال لك ده عادي بيكون من طبقات كتير، والطبقه اللي فوق كولامنر عشان كده قلنا عليه استراتيفايد كولامنر. جميل، ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في حته كده اسمها كونجنكتيفال فورنكس. خلاص الكونجنكتيفا ديت اللي هي ايه، اللي هي الملتحمه. شايفين انا مثلا دي العين مقفولة وانا فتحتها كده، وعارفين قلبت الجفن سواء الجفن اللي فوق او الجفن اللي تحت، عندي هنا دي الكونجنكتيفا والكونجنكتيفا هنا وهنا. ف شايفين كده اللي هو اللي ما بين الجفن والعين، الجيب اللي ما بين الجفن والعين ده او الزاوية دي اسمها كونجنكتيفال فورنكس، او الفورنكس ده هو اللي الخلايا اللي مبطنات تبقى ستراتيفايد كولامنر ماشي. خلاص يبقى خلايا طويلة طبقات كتير، منطقي ان الحتة دي فيها تروما كتير، فعشان كده يعني هو ده اللي بيبطنها. يبقى تاني اهو ادي شايفين دي الكونجنكتيفا بتاعة الجفن اللي تحت والكونجنكتيفا بتاعة الجفن اللي فوق، وهنا في ال شايفين الاحمر ده الزاويه الحمراء دي او الجيب الاحمر ده اللي ما بين العين وما بين الجفن ده اسمه ايه، نتشاور عليه اسمه فورنكس. اهو نشيل كل الكلام دوت عشان تشوفوا اهو ده الكونجنكتيفال فورنكس. جميل، حلو جدا. يبقى احنا كده قلنا الايه الستراتيفايد كولامنر لو طبقات كتير اهو، حتى بص باين كده باين عامل ازاي طبقات كتير قوي. طيب في نوع بقى مش بقدر احطه قوي تحت يعني تحت نوع معين اللي هو اسمه الترانزيشنال ابيثيليوم. ايه الترانزيشنال ابيثيليوم ده؟ ده ابيثيليوم
عنده القدرة ان هو يغير، ان هو يعني حسب حالة الاورجن اللي هو مبطنه يغير لي شكل الخلايا وعدد الطبقات بتاعتنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الترانزيشنال ابيثيليوم دوت من ضمن الاورجنز اللي هو بيبطنها او موجود فيها المثانة والحالب اللي هي اسمها يعني يورينري بلادر ويوريتر. خلاص، فشكل هذا النسيج او هذا الابيثيليوم بيختلف لما تكون المثانة فاضية عن لما تكون المثانة مليانة. ما هذا الكلام العجيب؟ مش احنا دلوقتي لما دلوقتي الكلية هتعمل بول او هتكون يورين وهينزل لي في الحالب، ينزل لي على المثانة، فالمثانة تبتدي ان هي تتملى، فيقوم البول يضغط لي هنا على الخلايا، على الخلايا يضغط لي على الخلايا، على الخلايا، على الخلايا، على الخلايا، صح؟ فالضغط على الخلايا دوت المفروض ان كده حجم المثانة بيكبر عشان هي بتتملى، فانا فده بالتالي انا بحتاج انه ايه يبقى فيه يعني زي كده نوع من انواع انه ايه يبقى فيه سعة، خلاص انه يقدر النسيج بتاعه ان هو يتمدد عشان يستوعب كمية البول دي. خلاص، فبيحصل ايه؟ انا دلوقتي الترانزيشنال ابيثيليوم ده شكله عامل ازاي او بيتكون من طبقات قد ايه؟ قال لك والله ده طبقات كتير، اذا ده من ضمن انواع الايه الاستراتيفايد. خلاص، بس هو نوع لوحده كده، خلاص هو ستيل هو ابيثيليوم، وطالما هو اكتر من طبقه والطبقه اللي تحت هي اللي قاعده على البيزمنت ميمبرين، طب هو اكتر من طبقه يبقى هو استراتيفايد، بس هو مش تبع حاجه من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. فالمهم قال لك ان اول طبقه دي بتبقى كولامنر، لو كولامنر، لو عشان هي ايه مضغوط عليها بالطبقات اللي فوقها، فهي لو هي كولامنر فهي برضو ايه مضغوط عليها، فده خلاها اقصر يعني لو كولامنر. الطبقه اللي بعدها اللي هي الانترميديت بتبقى بوليجونال، بتبقى مضلعه، وكل ما بنقرب من الطبقه السطحيه بيبقى شكلها بير شيبت او شكلها شبه الكمثرى. خلاص، هوريكم شكل اهو كده، شايفين كولامنر بوليجونال، بعدين كل ما بنقرب بتبقى شبه الكمثرى. الخلايا اللي فوق بقى، الخلايا اللي فوق بتبقى خلايا عملاقة، بتبقى خلايا لارج بنقول عليها، هي بتبقى مقعرة كده، خلاص لارج عملاقة لدرجة ان في بعضها بيبقى فيها 3 نيوكلاي، فهي بيكون يعني الخلية الواحدة فيها اي عدد من النيوكلاي، 3 او 1 او 1 او 2، وبتبقى مقعرة، فعشان كده بيقول عليها دوم شيب سيل، او يعني بتبقى برضو ايه بتفكرني بشكل الشمسية كده، فعلا شبه الشمسية، بتبقى امبريلا سيل، بنقول عليها ايه امبريلا سيل. خلاص، يبقى مقعرة لفوق كده بتبقى دوم شيب سيل او امبريلا سيل، وفيها يا اما نيوكليس واحدة يا اما اكتر من نيوكليس 2 او 3 او كده. حلو، هذا الشكل العظيم لما يتضغط عليه بالبول ايه اللي بيحصل؟ الخلايا اللي فوق بتبتدي ان هي تتزحلق على تحت وتضغط على الخلايا اللي تحتها. طب انا ايه اللي بيساعدني في التمدد هنا؟ قال لك ما هو انا عندي شايفين في زي فراغات كده ما بين الخلايا، الفراغات دي موجودة بس يعني فراغات كبيرة، بس ايه دي مش فاضية، دي فيها ميوكس، فيها مخاط، المخاط ده بيساعد ان الخلايا اللي فوق دي تتزحلق لتحت، يحصل لها جلايدنج، يبقى بيحصل جلايدنج للخلايا اللي فوق على تحت، وتبتدي ان الخلايا تتضغط وتنزل على تحت وتتضغط، والخلايا الكولامنر دي تتضغط اكتر، هتبقى كيوبويدل. خلاص، لحد ما الشكل اللي عندي يبان هكذا، ان انا بقى عندي طبقتين اتنين فقط، عشان كده قلنا بيحصل تشينج في النمبر اوف لايرز مش في السيلز، السيلز خلي بالنا اتزحلقت على تحت بس، بحيث ان هي ايه نزلت على تحت وكل الخلايا اتضغطت على تحت فبقت قصيرة، فبقت الطبقة اللي تحت اللي هي كانت كولامنر دي بقت كيوبويدر، والطبقة اللي فوق اللي هي كانت عملاقة قوي اللي احنا قلنا عليها اللي هي دوم شيب بقت فلاتند، بقت فلاتند، يبقى الشيب بتاع الخلايا اتغير والنمبر بتاع الطبقات اتغير، ولكن عدد الخلايا نفسها زي ما هو، اصل الخلايا عندي هتروح فين؟ مش هتروح في حته. يبقى التشينج دوت عمل لي ايه؟ عمل لي زياده في مساحه السطح، فخلى المثانه تتمدد وتقدر تستوعب لي هذا الحجم من البول يعني. خلاص كده؟ جميل.
اهو، يبقى كده طبقتين، الطبقة اللي تحت بقت كيوبويدر والطبقة اللي فوق بقت فلاتند. وبالتالي دوت ايه ده نتيجة ايه؟ حصل ديكريز في النمبر اوف لايرز نتيجة الجلايدنج في سيلز على تحت، ان السيلز زحلقت على تحت وحصل تغير في الشكل، فبقت السيلز فلاتند وده زود لي مساحة السطح. تمام، يبقى احنا كده ايه خلصنا اللي هو الستراتيفايد. يبقى نوع الستراتيفايد اكوردنج للشيب بتاع الموست سوبرفيشال لير اوف سيلز، يا اما يكون اول حاجه سكويموس، خلاص الشكل الخلايا اللي فوق سكويموس، الفانكشن بتاعتنا هنا بتبقى البروتكشن، قلنا ان البيز لاير بتبقى كيوبويدال او لو كولامنر، اللي في النص بتبقى بوليجونال، واللي فوق بتبقى شكلها سكويموس. ماشي كده، قلنا ان احنا عندنا نوع كراتينايزد ونوع نون كراتينايزد. الكراتينايزد منطقيا هو النوع اللي بيغطي الجسم اللي هو بتاع السكن، ماشي، واي حاجه بتفتح في السكن. النون كراتينايزد في الاماكن الوات اللي بيحصل فيها وير اند تير، زي الكورنيا، زي الاسوفيجس، زي الماوس كافيتي، وزي الفاجينا، وزي الانال كانال كمان. الستراتيفايد كيوبايدل عباره عن طبقتين من الكيوبايدل سيلز بتبقى موجوده في البطن للدكت بتاعه السويت جلاند، الدكتات اي مقطع عرضي شايفين الدكتات فيه. الستراتيفايد كولامنر قلنا ان ده بيبقى موجود، ده الطبقه السطحيه بتبقى شكلها كولامنر، بيبقى موجود في الايه في الكونجنكتيفال فورنكس. الترانزيشنال ابيثيليوم قلنا هو نوع الابيثيليوم الستراتيفايد اللي بيبقى عنده القدره على التغيير من شكل الخلايا وعدد اللايرز او عدد الطبقات حسب الفانكشنال ستيت بتاعه الاورجن، زي اليورينري بلادر واليوريتر. لما بتكون اليورينري بلادر امتي بتكون البيزل لاير عندي لو كولامنر، وبتكون الانترميديت لاير عندنا بتبقى بوليجونال، ولما بنقرب من فوق بتبقى بير شيبت نير السيرفس، والسيرفس لاير نفسها بتبقى لارج وبتبقى شكلها دوم شيب سيل او امبريلا شيب سيل. ماشي، ده لما بتكون البلادر فاضيه. لما بتكون مليانه البول هيضغط على الخلايا لحد ما يخلي لي عندي طبقتين بس، البيزل بتبقى كيوبايدل والسوبرفيشال بتبقى لارج فلاتند. خلاص، يبقى اذا هنا حصل زياده في السيرفيس اريا نتيجه الديكريز في النمبر اوف لايرز، والنتيجه طبعا ايه زحلقه الخلايا على تحت، والخلايا اللي شكلها اتغير اصبحت فلاتند سيلز.